بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأعزاء الأساتذة الأفاضل، يسعدني أن ألتقيكم مرة ثانية في هذا الفيديو، لقاء افتراضي للمرة الثانية بعد لقائنا يوم الأربعاء الماضي بندوة الأمن السيبراني. حقيقة الهدف من هذا الفيديو هو توضيح بعض النقاط اللي وردت بالإيميل الأخير اللي وصلكم يوم أمس. أنا حاولت حقيقة البارحة أنه أرسل أو أضع كل المخرجات والمصادر لندوة الأربعاء بإيميل وأرسل لكل اللي سجلوا سواء كان حضر ولا ما حضر بالندوة مالتنا للاستفادة بالحقيقة. لكن مع ذلك يبدو أنه بعض الأخوان يواجهون في جزئيات معينة بعض المشاكل، فحاولنا نوضحها في هذا الفيديو إن شاء الله. قبل ما أبدأ أوضح النقاط الإشكالية، حاب أنوه النقطة أخوان الأعزاء أنه هدفنا الأساسي إحنا كفريق وزاري كان من عقد هكذا نوع من الندوات هو بالحقيقة لتجسيد موضوع التعليم الإلكتروني والتعامل الإلكتروني والتركيز على موضوع الأمن السيبراني وأهميته في موضوع حماية المواقع الجامعية وغيرها، حماية البيانات بشكل عام. بس مثل ما نوهنا انه احنا كان الهدف الأساسي انه ما تكون هذه الندوة هي ندوة تقليدية، وهذا اللي أيدنا به الأخ الفاضل الدكتور عامر المسؤول الفريق الوزاري، أنه ندوة غير تقليدية سواء على مستوى عقد الندوة، ترتيبها، الشخوص اللي استضيفيناهم، مخرجات الندوة كذلك. على مستوى عقد الندوة احنا حاولنا نرتبها بشكل لقاء إلكتروني، كان هذا اللقاء على منصة واحدة من منصات التدريبية الإلكترونية اللي تتبناها سيسكو. على مستوى المتحدثين كانوا هم ناس متخصصين في موضوعات الأمن السيبراني سواء على مستوى الماركتينج سوق العمل أو على مستوى التكنيكال من أكاديمية سيسكو. وعلى مستوى المخرجات أيضا احنا حتى لا تكون مخرجاتنا تقليدية كسائر الندوات حبر على ورق، ردنا أنه تكون مخرجات واقعية، فلذلك أطلقنا الكورس الرائع اللي تقدم أكاديمية سيسكو اللي هو مقدمة في الأمن السيبراني أو Introduction to Cyber Security، وحاولنا أنه نخلي كل الأساتذة الأفاضل يستفادون من المعلومات القيمة اللي موجودة في هذا الكورس. حقيقة هو الكورس ليس يعني للأشخاص متخصصين وإنما لأي شخص ممكن أن يستفاد من عنده حتى يعرف بديهيات معنى الأمن السيبراني وكيفية حماية البيانات وحماية الخصوصية لهذه البيانات على المستوى الفرد، على مستوى المجتمع، على مستوى الحكومة وغيرها. احنا حتى نقدر نحمي البيانات ونحمي الخصوصية لازم نعرف شنو الوسائل اللي يستخدمها الطرف المقابل، وهذا كورس بالحقيقة كورس ممتع، ليس بالكورس الطويل جدا ولكن معلوماته ثر إن شاء الله حشوفوها. فكان هذا الفيديو هو بالحقيقة للتعريف بآلية التسجيل على هذا الكورس، حتى إذا أكو أي إشكالية ممكن ندللها من خلال الشيء اللي احنا نطرق له. لح أشوفكم آلية التسجيل. يوم أمس مثل ما ذكرت لجناكم أنه وصلكم مفروض بريد إلكتروني، رسالة بريدية على بريدكم الإلكتروني اللي سجلتوا به للحضور إلى الندوة. طبعا مع الأسف بعض أنا حاولت أرسل الكل بس رجع لي فيلر بعض الأساتذة، لأنه الظاهر تسجيلهم بالاستمارة الإلكترونية الابتدائية كان أكو خطأ بالإيميلات مالهم. مع ذلك هم ممكن يتواصلون معي بشكل شخصي، أرسل لهم إياه أو يأخذوا من زملائهم اللي إذا كان أكو زميل لهم موجود، اللي هو الهدف والفائدة العامة. هذه الرسالة، إذا نفتح رسالة اللي موجود، هذه الرسالة اللي وصلت لحضراتكم. مثل ما قلت لكم أنا حاولت ألخص بها كل النقاط، وخليت بها بعض الأتاتشمنتس اللي هي المحاضرات اللي أعطيت، زائد طريقة توضيح آلية التسجيل على الكورس. بس مع ذلك رح نحاول نوضحها بفيديو حتى يكون المسألة واضحة بشكل كامل. هذه هي الروابط الاثنين اللي هي تخص
الكورسز، كورس باللغه العربيه هو نفس الكورس لكنه ممكن يقدم باللغه العربيه او يقدم باللغه الانجليزيه، انت تشوف شنو الملائم بالنسبه لك. انا افضل طبعا حاليا وخاصه بالنسبه للناس الجدد على الموضوع على التعامل مع هكذا منصات الكترونيه انه يتعامل مع الكورس باللغه العربيه، لكن انت متخصص بموضوع السكيورتي والامن السيبراني وغيرها من هاي المسائل متخصص بالمجال ممكن تاخذ بالكورس باللغه الانجليزيه وممكن تاخذ اثنينات ما في مشكله بالموضوع، بس انا دا احاول اوضح عليه التسجيل هنا. إذا نضغط على الرابط اللي يخص الكورس راح ينقلني مباشرة إلى صفحة اللي هي صفحة التسجيل على هذا الكورس، اسم الكورس، تفاصيل لهذا الكورس، دورة تدريبية. مطلوب من عندك هنا أنه تعطي هاي ثلاث معلومات، الاسم الأول، الاسم الثاني أو اسم العائلة، والبريد الإلكتروني اللي هو راح تسجل به، وراح يكون هذا حسابك ضمن أكاديمية سيسكو. طبعا هنا هذا صح احنا راح ندخل لهذا الكورس، لكنه هذا الحساب ممكن تستفاد من عنده مستقبلا لأي كورس آخر تاخذه ضمن أكاديمية سيسكو، فمفيد جدا أنه على أقل تقدير أن تقيمون هذا الحساب حتى تتعامل مع الأكاديمية. إذا أنا أجي أخلي يوزر لا على التعيين، أنا سويت يوزر لا على التعيين، نعم تدخل معلوماتك، كل معلومات اللي حتدخلها مثل ما قلنا هذه طبعا الاسم الأول، اسم العائلة مهم جدا أنه تختارها مثل ما يعني مثل ما أنت تريد، سواء اسمك الكامل أو اسمك بالجواز أو تفضل، لأنه هذا الاسم هو نفسه يطلع بشهادة الإتمام في حالة إتمامك لهذه الدورة، راح تجيك شهادة من أكاديمية سيسكو العالمية، وهذا الاسم اللي حتثبت هنا هو اللي يطلع بالشهادة، والبريد الإلكتروني الخاص بيك مجرد انه اثبت هذه النقاط الثلاثة راح اسوي اضافة. تمام الان انا اضافيت على على الكورس هذا وجتني مسج هنا اللي فوق نوتيفيكيشن انه تشيك يور ايميل، وهذه مهمه جدا حتى اقدر اكمل عمليه التسجيل لازم ارجع مره ثانيه على الايميل اشوف انه انا استلمت رساله على الايميل اللي هي لتفعيل هذا الحساب اللي سويته ثاني. اذا ارجع على الايميل مالتي اللي موجود على البريد الوارد راح القي فعلا اكو رساله جتني من نتوركينج اكاديمي سيسكو نتوركينج اكاديمي، وافتح هذه الرساله راح اشوف انه بها مجموعه نقاط مصالح. اهم ما موجود بهذه الرساله هو هذا انه تضغط على هذا رابط البدء او الاكتيفيت باللغه الانجليزيه اذا كانت باللغه الانجليزيه وسطك. في حال انه هذا الرابط ما اشتغل او تفتح من فتحته موبايل، بعض الاخوان يواجهون هاي المشكله، ممكن تنسخ هذا الرابط لاي متصفح وراح يؤدي نفس الغرض. البدء راح ينقلني الى صفحه جديده. طبعا في حال انه انت كنت مستخدم سابقا لاكاديمية سيسكو عندك حساب، هذه الامور ما حتواجهها، راح تدخل مباشره الى واجهه النهائيه. في حال انه لا انت مستخدم جديد والغالبيه العظمى هم مستخدمين جدد راح تمر بهذه الخطوات. هنا بهذه النافذه تحتاج هنا المعلومات مثبته اللي ثبتناها قبل شويه، الاسم، الاسم الاخير، الايميل، يحتاج فقط انه نكون لي باسورد، وهنا الباسورد اخواني هي الباسورد اللي حتكون خاصه بحسابك على اكاديمية سيسكو، باسورد الخاصه بحسابك على اكاديمية سيسكو. ضروري طبعا انه هاي الباسورد تكون بها مواصفات، اهم مواصفات انه تكون لا تقل عن 8 حروف، انه تكون بها كابيتال، بها سمول، بها رقم، يعني باسورد تكون قويه. أي تدخلها من جديد. تمام تحتاج تدخل هذا الكابتشا اللي هو الأرقام اللي موجودة بالصورة. تمام في حال انه تريد تستقبل ايميلات من سيسكو لأغراض الدعاية البروموشن ممكن تقول له يس او تقول له نو. تسجيل ريجستر. تأخذ بعض الثواني حتى يسجلك، يسجل حسابك ضمن الأكاديمية بالمعلومات اللي ثبتناها، ولح يطلب من عندك هسه تسوي ساينن. شو ساينن؟ تسجيل دخول بشنو؟ بالإيميل اللي هو إيميلك اللي ثبتته قبل شوية.
next ثم راح يطلب من عندك الباسورد ايضا الباسورد اللي سويناها قبل شويه بس حاليا راح يحاول يسوي لوجن حتى يدخل على الحساب الخاص بي بالاكاديميه. قبل ما يدخلني على حسابي ايضا اكو نقاط اخيره ممكن هنا انا يطلبها من عندي كمعلومات اضافيه عليك يوزر حتى يكمل البروفايل مالتي ضمن الاكاديميه. صلوا بده يعطيني اسمي، اسمي الاول اسمي الاخير اللي ثبتته قبل شوي قبل قليل. يحتاج يعرف نوع الجنس اللي هو ميل اور فيميل. يحتاج انه يعرف انه انا عندي اكسبيرينس سابقه، عندي خبره سابقه بمجال الاي تي او لا. ممكن اقول انه انا اول مره دا اسويها. اذا اكو لا سمح الله اعاقه ممكن انه اثبتها او تكتب بريفيرت نوت تو انسر. وراح تجي ايضا نقطه مهمه جدا لازم اجاوب عليها اللي هي طبعا هذه ما دام اكو ستار لازم اجاوب عليها كلهن. الديت اوف بريث راح اثبت اي تاريخ اختار كأنما هذا اليوزر مثلا على سبيل المثال هو مواليد 90 على سبيل المثال شهر ديسمبر 4 ديسمبر اوكي راح ياخذ المواليد مالته اللي موجوده. كملت كل المعلومات اللي موجوده هنا راح اقول له كرييت اكونت. تمام حاليا هسه اكتمل تفعيل الحساب مالتك صار عندك حساب على اكاديمية سيسكو. قلنا مثل ما قلنا هذا الحساب مهم جدا انه تستفاد من عنده في كل دوراتك اللاحقة. ممكن تاخذ على الكورس، ممكن تقول لانش الكورس مباشرة او ممكن خليها اشوف اني الواجهة مالته. هذه هي الواجهة الرئيسية للحساب. انا هنا راح يطلع اسمي البروفايل مالتي معلوماتي. هذا هو الكورس حاليا اللي اني منضم اليه. كل كورسات كل ما انت تنضم لكورس راح يطلع لك على شكل بلوك. انا انضميت الى كورس اسمه مقدمة في الامن السبراني. إذا أردت أدخل على هذا الكورس أقول Launch Course راح يدخلني داخل هذا الكورس. وهي النقطة المهمة اللي إحنا يمكن خليناها ضمن المرفقات اللي موجودة داخل الإيميل. وضحناها خلال المرفقات إنه شلون توصل إلى الروابط الخاصة بالأمور المطلوبة من عندك ابتداءً. هذه لو نباعنا اخوان الاعزاء انه هذه هي الواجهه الرئيسيه الخاصه حتى انا داخل الكورس. مثل ما وضحنا انه ابتداء تحتاج هنا أنا تدي برايك. سوينا استطلاع للراي، استطلاع سريع للراي، وهذا الاستطلاع موجود على هذا الرابط. الاستطلاع هو مجرد فيدباك حتى نعرف رايك بالندوه، استطلاع على الندوه اللي صارت يوم الاربعاء الخاصه بالامن السبراني. ايضا اذا حبيت تطلع على التسجيل الخاص بالندوه مالتنا، تسجيل كامل موجود على هذا الرابط. هنا أنا تقدر تضغط عليه راح يحولك على تسجيل تقدر تشوفه. إذا ندخل على الرابط الخاص بالاستطلاع، هذا الرابط الخاص بالاستطلاع راح يدخلني عليه. الاستطلاع مثل ما قلنا هو مجرد بيان رأي. خلي أشارك أشوفكم المشاركة بالاستطلاع. حدخل أنا كأنه مهسة يسأل مجموعة خمسة أسئلة احنا خلينا هنا أنا. بس نحاول ناخذ رأيكم على اللي صار انه هل تشجع عقد هكذا نوع من الندوات مستقبلا؟ ما هو رأيك بالمحاضرة بشكل عام؟ اعتماد كورسات أكاديمية كلام السبراني في كمقررات جامعية؟ وهي أيضا احنا خليناها ضمن الإيميل انه كمقترح للجامعات او للاساتذه اصحاب القرار انه بعد اطلاعكم على الكورسات واللي تقدمها الاكاديميه واللي طرقوا لها الاخوان من اكاديميه سيسكو انه هل بالامكان اعتمادها كمقررات جامعيه سواء اختياريه اجباريه. هذه ممكن الموضوع ان يدرس واحنا حاضرين للمساعده كاكاديميه سيسكو لكل اخواننا بالجامعات العراقيه. يعني بعض الأسئلة مثل ما قلنا هنا أنا ممكن نجاوبها ورا ما حتخلص إجابة عليها راح تقول لها إرسال الاختبار. إذا نرجع باك على الصفحة الرئيسية وأنا لين مدى جاوب دي أكد عليه أنه أنت حتترك الموضوع بدون ما تجاوب.
هذه الواجهة الرئيسية مالتنا. إذا تريد تروح على التسجيل مثل ما قلنا تضغط هنا أنا. فإحنا أني اللي يهمني بالنسبة لك ابتداء أنه تطريعك بالندوة اللي صارت قبل ما أيضا تدخل بموضوع هذا الكورس وتتنقل بالمواضيع اللي تخصها وتقرأ الماتيريال الموجودة أو المادة العلمية اللي موجودة به. ممكن من حضراتكم أنه تأخذون اختبار بسيط، إحنا سوينا فد اختبار أو مثل ما قلنا يعني لأنه بديت نعرف مدى إلمامك ببعض المعلومات الأساسية اللي تخص هذا الكورس، موجود في حقل الاختبارات، خانة الاختبارات ندخل عليها، أكو هذا اختبار أولي. اختبار أولي إذا ندخل عليه أيضا اللي حيقول لك هنا أداء الاختبار، ما حدخل على أداء الاختبار لأنه هذه أنتوا أريد تدخلون تشوفون شنو المعلومات اللي موجودة بداخلها، ولا لا لا تهتم لمقدار الدرجة اللي موجودة، هو مجرد تقييم أولي بس حتى تعرف أنت نفسك وين. كل ما أنت أكيد يعني ملم أكثر بالموضوع كل ما أكيد درجتك هتكون عالية أو قليلة، بس مجرد أنه حتى تعرف أنت إيش قد تحتاج تدخل بالكورس بعمق هذا اللي موجود، إيش قد تحتاج، لأنه الأسئلة اللي موجودة هنا هي يعني مستقاه من الماده العلميه اللي موجوده داخل الكورس، هي مجرد تقييم اولي قبل دخولك لتفاصيل الكورس اللي موجود. اذا حبيت انه تدخل على الكورس ممكن تروح على الخانه اللي اسمها الوحدات، بالوحدات راح اشوف انه هذا الكورس مثل ما ذكرنا احنا خلال الندوه انه هذا الكورس بخمسه فصول. الفصل الاولي هو الحاجه اللي من السبراني الاخلاقيات، الفصل الثاني هو الهجمات المفاهيم والتقنيات، الفصل الثالث حمايه بياناتك وخصوصيتك وهي مساله مهمه على المستوى الشخصي، الفصل الرابع هو حمايه المؤسسه كمؤسسه شلون تحمي نفسها، والفصل الخامس هو مستقبلك في مجال الامن السيبراني. هذه الفصول الخمسه كل واحد من عندهن اذا تفتحها راح تجي تدخل بداخله كماتيريال. طبعا هذا البدايه مقدمه اساسيه جدا بدا الفصل، ممكن اكو بي اختبار بنهايه الفصل ممكن تاخذه، ممكن اكو اختبارات بداخل الفصل نفسه. هذه اذا حبيت تطلع على تفاصيل اكثر وتدخل للموضوع. طبعا بنهايه الدوره ورا ما تخلص قراءة الفصول الخمسة ممكن تأخذ اختبار نهائي، وفي حالة أنه أخذت هذا الاختبار النهائي راح تحصل على مثل ما قلنا شهادة المشاركة بهذه الدورة من أكاديمية سيسكو العالمية. أنا اللي يهمني مثل ما قلت أنه أنت تشارك بنقطتين، بابتداء تشارك بالاستطلاع الرأي لأن هذا رأيك يهمنا إحنا حتى نعرف هذه الندوات ووقعها ووقع أثرها عليك، والنقطة الثانية تشارك بالاختبار الأولي إذا حبيت تختبر معلوماتك بشكل أولي حتى نقدر نعطي مثل ما بعض الأخوان طلبوا شهادة مشاركة بالندوة، لأنه شهادة المشاركة بالندوة محكومة بها الجزئيتين ذني. هذا كل اللي يخص الموضوع المواضيع النقاط اللي ذكرت بالبريد الإلكتروني اللي يوصل لحضراتكم، حبيت ألخص لكم بشكل فيديو، وأوجه مرة ثانية شكري وتقديري لكل الأساتذة الأفاضل اللي حضروا وللردود الفعل حقيقة اللي شجعتنا واللي وصلتنا عن طريق سواء السوشيال ميديا ولا عن طريق البريد الإلكتروني. هذا أكيد لح يشجعنا أنه إن شاء الله نقدم خطوات أكبر وأوسع بالمستقبل. شكرا جزيلا وفي أمان الله.